في حلب يواصل بواسل قواتنا عمليات في إعادة الأمن والاستقرار إلى قرى وبلدات الريف الجنوبي. كاميرا الأخبار جالت في قرى سقلاية والذهبية وحريبل القريبة من منطقة الشيخ سعيد. إنه ريف حلب الجنوبي الذي قام جيشنا المقدام بتنظيف معظمه من رجس عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. البداية كانت من قرية سقلاية والتي أصبحت آمنة كغيرها من القرى بفضل عزيمة وإصرار جيشنا الباسل. وصلنا معكم مشاهدين إلى قرية الذهبية، هذه القرية التي قام عناصر الجيش العربي السوري بتنظيفها بالكامل من رجس عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. على كل أمامكم الآن مطحنة الذهبية والتي كانت متمركزة في عناصر جبهة النصرة. إلى يسار الكاميرا كامل منازل القرية، قرية الذهبية والتي أصبحت آمنة بفضل عناصر جيشنا الباسل. من الذهبية مشاهدين إلى قرية حريبل، هذه القرية التي عانت كثيرا من بصمات عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، بصمات إرهابهم، وهناك مشاهد دمار وخراب جراء تواجد هؤلاء المرتزقة في تلك القرية، وأيضا حرق منازل المواطنين هنا في قرية حريبل. تابعنا المسير لنصل إلى مجبل الزفت والذي أيضا لم يسلم من تخريب هؤلاء المرتزقة. مشاهدينا وصلنا معكم إلى منطقة عين العصافير التابعة لمنطقة الشيخ سعيد. طبعا عين العصافير أيضا تقع على طريق القرى الجنوبية لريف حلب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو شايفكم مبسوطين؟ عم سلمت الجيش، رجعنا على بيوتنا الحمد لله. أكثر من وين هي؟ شو اسم القرية هون؟ نحن عين العصافير. عين العصافير، كيف شايف الأوضاع هلا؟ والله الحمد لله مكيفين، الحمد لله رجعنا على بيوتنا ورجعنا الأمان رجعنا. شو كانوا يعملوا المسلحين هون؟ وبيعملوا كل شيء، يعني هون بفوتوا وبيطلعوا بيروحوا، بس كنا يعني برات يعني بعنا هون بالبساتين. بيركي قعدتوا اضطريتوا تهربوا للبساتين؟ ايه بنروح وبنرجع، طالعونا بالليل بفوتوا على الحارة. كانوا يطلعوكم بالليل من بيوتكم؟ بيطلعوا طالعونا الحمد لله. سلمت الجيش. كيف شايفة هلا الوضع صار؟ الحمد لله الوضع صار مليح ورجعنا لبيوتنا وبجاه الجيش يعطيهم العافية. شو بتقولي للجيش العربي السوري؟ الحمد لله الله يحييهم. والله شيء مليح الطبخ عندكم. عن نطبخ بطاطا؟ بطاطا. الله يحميكم يا رب. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيفك؟ حياك الله. أهلا أهلا أهلا. حياك الله يا رب، متسلم بيك. كيف الاوضاع؟ والله كنت والله تم بجهودكم وجودكم يعني نورت علينا، يعني كانت معتمه وجودكم يا رب. الله محييكم يا رب يا رب. الله والله رجعتنا الامل والبسمه ان شاء الله. كنتم كيف كان وضعكم قبل؟ والله قبل كان سيء، والله كان سيء والله، معيشه صعبه كانت يعني للغايه يعني. والحمد لله سيء امريكا. اي والله يعدوا من هنا، عبوا من هنا، عندي مازوت بسطة مازوت والله، هين عبوا من عندي مازوت وبنزين ما انطوني حقه والله، خذوه بلاش. مين هن؟ الجيش الحر مسلحين سرقوا منك بنزين ومازوت. اي والله والله سرقوا يا سيدي، قسما بالله سرقوه. عينك شو ما قالوا لك هي غنيمة ولا ما؟ قال عبي قبروا ثلاث تكبيرات. اي والله حطوه بالبيكام، اخذوني على سكان. كيفك يا حجي؟ والله الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف شايف الوضع الله هيك بعد ما الجيش؟ والله الوضع ان شاء الله خير، اللي يشوفكم يشوف الخير الحمد لله. ابدا ابدا ابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا حجي؟ الحمد لله يا الله يسلمك. كيف شايفت الوضع هلا بعد ما دخل الجيش؟ والله كويس الوضع، صرنا والله من عملوا المحكرين، وعندي اولاد عسكري صار لي سنه ما شفته، مو شفت كم والله قلبي يفتح. الله يوفقكم. نحن الان مشاهدينا داخل مؤسسه الاسكان، هذه المؤسسه التي هي قريبة جدا من منطقة عين العصافير ومنطقة الشيخ السعيد. على كل هذه المؤسسة كانت مقر عمليات ومقر انطلاق عمليات عناصر جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، وهذه المؤسسة تعرضت للتخريب والدمار من قبل هؤلاء المرتزقة. إذن هي الحياة تعود إلى طبيعتها
والفلاح يعود إلى أرضه بعد أن شعر بالأمن والأمان، وجيشنا المغوار يتابع التقدم بمهمته الوطنية. شادي حلو، التلفزيون العربي السوري، من قلب الريف الجنوبي، حلب.